فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين أو يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. نعم، ومن تجنب الجاهلية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الحجر لما ذهبوا إلى غزوة تبوك ومروا بديار ثمود وهي المسماة بالحجر، مروا بها وفيها آثارهم وديارهم العجيبة وفيها الآبار. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمال مياه ثمود لما فيها من آثار الجاهلية وآثار الكفر، الكفر يؤثر في الأرض والعياذ بالله وفي المياه. نعم بالله. فمن تجنب الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا الماء ونهى أصحابه عن استعماله، حتى إنه أمر بأن أن أن يعلف العجين للدواب الذي عجن من ماء ثمود، وتجنبا لآثار الجاهلية، ولم يرخص لهم إلا في بئر الناقة التي تردها الناقة لأنها لا يتناولها العذاب، لا يتناولها آثار الجاهلية لأنها بئر نزيهة، بئر نزيهة وليست من آبار ثمود. نعم، معناها أنها كانت معروفة البئر التي تردها الناقة إلى الآن، معروفة. نعم إلى الآن معروفة. نعم.